الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع كيف يمكننا استخدام الوسط الحسابي في التنبؤ بقيم مستقبلية للسلسلة الزمنية مع حساب بعض المؤشرات الإحصائية الهامة. الآن هذا مثال بيانات افتراضية عن كمية البيع أو المبيعات من لسلعة معينة من شركة أو منشأة معينة ل 26 شهر. بتلاحظوا هنا 26 شهرا، هنا هذا طبعا الشهر 27 لا يوجد له قيمة لأنه سنتنبأ به. فلدينا هذه القيم 1205 وحدات، يعني بالطن، بالمتر المكعب، بالمتر المربع، بأي وحدات، بالكيلوغرام مهما كانت، وتنتهي ب 1200. لكن يعني لاحظوا انه هناك تباين وتذبذب في هذه القيم. لو انه الان ضغطت هنا وسحبتها للاخير وحتى ابين بالضبط كيف شكل السلسله الزمنيه، انسرت هنا وهذه الان الشكل هذه السلسله الزمنيه. لن استعجل الامور البيانيه، لكن سابدا بالحسابات ومن ثم ان شاء الله نبين شكل السلسلة الزمنية بيانيا. الآن سنستخدم طريقة الوسط الحسابي، هنا واو ميم الوسط الحسابي لخمسة أشهر، والوسط الحسابي واو ميم لعشرة أشهر، اللي طبعا راح نوظفها في التنبؤ بقيم السلسلة الزمنية. وهنا المؤشرات الإحصائية المهمة، متوسط الفرق المطلق سأبينه يعني خلال عملية الحساب، ما يسمى مين ابسولوت ديفيشن لخمسة أشهر، ثم هنا متوسط مربع الخطأ مين سكوير ايرور لخمسة أشهر، وهنا المتوسط المئوي الخطأ المطلق مين ابسولوت برسنتج ايرور لخمسة أشهر، وهنا متوسط الفرق المطلق مين ابسولوت ديفيشن لعشرة أشهر، وهنا متوسط مربع الخطأ مين سكوير ايرور لعشرة أشهر، وأخيرا المتوسط المئوي الخطأ المطلق مين ابسولوت برسنتج ايرور لعشرة أشهر. نحتاج الآن إلى حساب ما يسمى بالوسط الحسابي لخمسة أشهر. لدينا طريقتين، الطرق الأولى اليدوية، يعني أن الآن أذهب هنا هذه لخمسة أشهر، إذا الآن أبدأ هذا يعني الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ثم أضع الآن متوسط هذه الأشهر الخمسة هنا في هذه الخانة، ثم أكرر الخمسة الثانيات والثالثات والثالث. لكن في طريقة أفضل وأسرع، إن أذهب الآن إلى داتا، لاحظوا هنا داتا، ومن ثم داتا أناليسيس، وأول ما بظهر عندي سبحان الله الموفينج أفريج هنا، يعني في هناك كثير من المؤشرات الإحصائية، كثير منها الريجريشن اللي هو الانحدار، منها الأنوفا الأناليسيس فاريانس وما شابه، لكن أنا بهمني الآن هذا هو الموفينج أفريج. والآن أضع الموفينج أفريج، يعني أضغط عليه أوكي. الآن ما هي الخانات التي سأختارها حتى أني أحسب ما يسمى بالوسط الحسابي لخمسة أشهر؟ هذه هي البيانات التي سأحتاجها جميعا، من أول قيمة بكمية المبيعات إلى آخر قيمة، إذا وضعناها هنا. طبعا أضع الليبل مشان يبين بالضبط شو اسم السلسلة، فإذا أكرر يعني أحذف هذه ثاني مرة كي يبينها، أكرر وضعها لكن بشمل فيها الليبل كمية المبيعات هذه حتى الأخير. فوضعنا الليبل الآن، وضعت هنا طبعا مسبقا هذه هون كم فترة زمنية، واو ميم خمسة أشهر، إذن بضع خمسة أشهر، خمسة أشهر هنا. وأين أريد أن أضع الجواب طبعا أو الموفينج أفريج، سأضعه ابتداء من هذه الخانة هنا، وضع لي اياه هنا اوكي. وطبعا طلبت انه يبين الرسم البياني اللي هي البيانات الاصليه مع المتوسط المتحرك او الوسط المتحرك لخمسه اشهر. بعد ما اضع كل الاشياء هذه، لاحظوا لي هنا يعني هذه خانه الكميات هنا، والثانيه كم فتره زمنيه خمسه اشهر، ثم اين اريد ان اضع يعني اضغط على هذه الخانه حتى الاوتبوت رينج او اين اضع الاجوبه للخمسة يعني الوسط الحسابي، ثم الشارت اللي هي رسم البيانية. بعد ما أتأكد من كل البيانات اللي وضعتها هنا، أضع الآن أضغط على أوكي، بعطيني الآن لاحظوا الرسم البياني أولا مهم جدا
نحللها إلى حد ما. لاحظوا هنا ضعني الآن أضعها في المركز، يعني أعود إلى هوم والآن أجعلها في المركز. لاحظوا هنا الآن لأنه لا يوجد قيم مقابل نحن حسبنا وسط المتحرك 5 أشهر، فلا يوجد قيم الشهر الأول والثاني والثالث والرابع. بدينا من الشهر الخامس، لاحظوا الآن كيف أصبحت القيم هنا. يمكن لي الآن أن أضع هنا يعني خليني أحسبها يدويا حتى تكون واضحة إن شاء الله. هذه ديليت كلها تبدأ أعملها كلير وأعملها يدويا، أنا سأقوم بها يدويا حتى تكون واضحة إن شاء الله. إذن الآن هذا الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. إذن أضع الأجوبة هنا، وفي الخان السادس هنا أقول الآن تساوي average، وأفتح قوس وأضع الخمس الأولاني، الخمس 1 2 3 4 5، وأغلق القوس وأنتهي منها. لاحظوا لي هذه القيمة الآن وقعتها بالوسط، هي متوسط الخمسة أشهر الأولى. لو أني جيت على طرف الخانة هنا، لاحظوا لي هذا الصندوق هنا، هاي الخلية في مربع بسيط، لو أني الآن أضغط عليه الأخير وأذهب إلى الخانة اللي فيها 33 اللي هي الشهر 27، رأسهم تطلع لي وبكون بحالة تنبؤ بالشهر 27 هو 1216 حسب الوسط الحسابي للأشهر الخمسة الأولى. الآن أستطيع أن أبين بأن لاحظوا لي الآن هذه القيم ضللت كلها، والآن أستطيع أن أبين بالرسم البياني. لا عفوا، هنا في خطأ لأنه وضعت هذه الخانة، هاي ليست موجودة، هذه الخانة الآن طبعا مع الفترة الزمنية، عفوا مع الفترة الزمنية نسيتها. اوكي، ثاني مرة انسرت، الآن لاحظوا لي كيف ظهرت. أرد أعيدها، يعني سأعيدها حتى ما يعني ما نربك الأحبة الطلبة المتابعين. هذه الآن كأنما شطبتها، فالآن أذهب إلى الفترة الزمنية وأضلل مع كمية المبيعات والخانات الفارغة لحد الشهر 27 التنبأ به. هذه الآن فإنسرت وأذهب إلى، وبتطلع عندي الآن هذه الصورة البيانية الجميلة هنا، وتقول لي انه الوسط الحسابي هذا اللي هو باللون البني الغامق، خلي يعني سميك الى حد ما، هنا الان اصبح اكثر سمكة او سماكة، وهذه كمان اجعله اكثر سماكة الى حد ما. فبتبين الان كمان، خليني انظفها من الجريدز او ما يسمى بالخطوط هذه. اذا الان هذه السلسلة الخط او المنحنى المتعرج السميك الازرق هو البيانات الاصلية، كمية المبيعات، في حين بان الوسط الحسابي المتعرج لخمسة اشهر هو المنحنى المتعرج لخمسة اشهر. لكن لاحظوا لي كيف هناك شيء من التماثل البسيط بين الحسابات هذه الاصيلة والوسط المتحرك. الان نحتاج الى بعض الحسابات، وأنا أتي على هذه الخانة أضللها إلى حد ما هنا، وأضلل هذه اللي هي النهاية، لكن هذا التنبؤ لا أضلله. فالآن آتي إلى هذه الخانة المقابل لأول قيمة من الوسط الحسابي الخمسة أشهر، ويعني أضع الكوماند التالي أو الأمر الحسابي التالي تساوي أبس اللي هي أبسولوت، أبسولوت القيمة المطلقة لأي قيمة الآن، للفرق بين كمية المبيعات الفعلية مطروح منها كمية المبيعات المتوقعة من الوسط الحسابي لخمسة أشهر وهو هذه. والآن أغلق القوس وأضغط، فبيطلع الفرق المطلق بينهم بدون إشارة، الإشارة كلها موجبة لأن الفرق المطلق 43.2. لو الآن ذهبت إلى المربع البسيط هذا اللي في طرف الخلية و
وسحبت للأخير حتى آخر خانة تطلع عندي الآن هذه القيم، وهي متوسط الفرق المطلق لخمسة أشهر. لكن كل طبعا يعني الفرق بالمتوسط الفرق المطلق بين ما تنبأنا به بالوسط الحسابي خمسة أشهر والقيم الفعلية. الآن هذا لا أحتاجه كله، أذهب إلى هنا، أذهب إلى هنا وساوي هنا الأفريج، الأفريج لهذه الخانات جميعا حتى أبين بالضبط ما هو المقصود الآن بالمتوسط الفرق المطلق. بطلع عندي الآن بالمتوسط هناك انحراف مطلق قيمته 21 فاصلة تقريبا 5%، يعني تقريبا 22 وحدة عما تنبأنا به. هذا هو الآن متوسط الفرق المطلق اللي حسبناه طبعا من هذه الخانات. إذا هذه القيمة هي متوسط هذه الخانات إذا بتلاحظوا لي. الآن نأتي هنا على متوسط مربع الخطأ. هذا الآن هو الخطأ في التقدير، من ربعه يعني نعمل له سكوير من ربعه ثم نحسب متوسطه، فتساوي بالحالة هاي ما في أبسط منها، تساوي هذه الخانة لكن بربعها، من ربعها ونضغط انتر. اوكي، الآن بضعها بالنص وآتي على المربع البسيط هذا الخفيف الصغير وأسحبه للأخير حتى آخر نقطة، فبطلع عندي متوسط مربع الخطأ، متوسط مربع الخطأ. الآن آتي إلى هذه الخانة تساوي الأفريج، لاحظوا الأفريج، أفتح قوس والآن أغلق هذا القوس و أغلقه الآن وأضغط انتر، بطلع عندي الآن هذه القيمة 665.42 28 وهكذا. لكن أنا بهمني الآن أنه هذا لأنه مربع، لذلك أريد السكوير روت أو الجذر التربيعي له حتى يعطيني فعلا ما يسمى الانحراف المياري لهذه القيمة. إذا تساوي SQRT سكوير روت لأي قيمة، لهذه القيمة، لهذه القيمة. أغلق القوس والآن هذا 25 هو ما يسمى بالانحراف المياري لهذه القيم. لاحظوا لي إذن هذا متوسط مربع الخطأ، أو يعني أن أرجع لهذه القيمة اللي هي متوسط الفرق المطلق. بالمتوسط كان عندنا خطأ قيمته المطلقة بدون إشارة سالبة 21 تقريبا، نقول 22 وحدة تقريبا، 22 وحدة متوسط خطأ. هنا الآن متوسط مربع الخطأ فحسبنا له الجذر التربيعي حتى نخرج ما يسمى بالإنحراف المعياري له. هنا الآن المتوسط المئوي للخطأ المطلق، شو المقصود فيها؟ الآن هذه قيمة الخطأ أقسمها على هذه القيمة حتى استخرج يعني قيمة مئوية معينة. فهنا الآن تساوي ماذا؟ هذه القيمة مقسمة تقسيم هنا على هذه القيمة المقابلة لها، وأضغط انتر طلع عندي 3%، وضعتها بالنص بحولها لبرسنتج اللي هو مئوي، أعطتني 3%. إذا أردنا أن نزيد عدد الخانات فتطلع تقريبا يعني لو خانتين ثلاثة، أقول خانة واحدة 3.4%، يعني أقل من 4%. أذهب إلى الآن المربع البسيط هذا اللي بزاوية الخلية هذه وأسحب إلى الأخير، فبطلع عندي كل القيم هذه هنا طبعا حسبناها. فهنا تساوي average ماذا؟ افتح قوس ومتوسط هذه القيم جميعا، وأغلق القوس وطلع عند 2%. 2% يعني نقول أزيدها شوية، 1 فاصل سبحان الله وبدأ أنقصها، فخليها 1.7. إذن الآن
هذا الآن هو متوسط المئوي للخطأ المطلق، يعني إحنا غلطانين فقط بالتنبؤ بنسبة لا تتجاوز 1.7% أو دعنا نقول أنها 2%، 2%. أوكي، مهم جدا 2%. الآن أكرر العملية ذاتها للوسط الحسابي المتحرك لعشرة أشهر. الآن أذهب هنا وأذهب إلى داتا ثاني مرة، داتا أناليسس. طبعا أريد الوسط المتحرك، القيم بقيت كما هي، ولا أريد الآن تشارت ثاني مرة، أو خليها الشارت مشان تبين بعدين بحذفها. ثم الآن بدل هذه 5 أشهر أجعلها 10، والإنبوت رينج اللي هو الأوتبوت رينج هنا أضعها هنا وأضغط أوكي. خلينا نشوف والله أوكي. الآن هذه هي القيم، خليني بس أخذ هذا إلى جنب، وهذا الآن الموفينج أفريج أو الوسط المتحرك لعشرة أشهر. لاحظوا لي هاي البيانات الأصلية والعشرة أشهر هنا، لكن سأحذف هذه الرسمة هنا وأعود إلى أني أضحن كلهم مع بعضهم البعض. فالآن هذه القيمة بحذفهم، هذولا حذف، هذول كلير، أذهب هنا كلير أوكي. ولاحظوا لي الآن هذه بالوسط كلياتها حتى أبين. فلاحظوا الآن بدينا إحنا بالخان 11، يعني معنا آخر 10 أشهر هذه هنا كلياتها. هذه إيش مالها؟ خلينا بس أتأكد كلياتهم بالوسط حتى تكون واضحة. أيوة الآن كلياتهم بالوسط. الآن أبدأ بعملية الحسابات الأخرى من هنا. الآن خلينا أتأكد بالله هذا الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. لا، هناك خطأ اعتقادي بالأرقام، يعني خطأ بإدخال الرقم الصحيح هنا. سأحذفها وأقوم بها بيانيا يعني يدويا. الآن خليني كلير، يعني يجب علي أن أبدأ بالوسط حساب من الشهر 11. هذه الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. الآن سأضع قيمة الوسط الحسابي هنا في شهر 11. إذن هنا تساوي average، نفتح القوس، والقيم العشر هذا الأول، الثالث، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، وأغلق القوس. والآن هذه القيمة الصحيحة الفعلية، أضعها بالمنتصف وآتي إلى زاوية هذه الخلية عند المربع البسيط وأسحبها إلى الأخير حتى الخانة الفارغة هنا، هذه مقابل الشهر 27. بطلع عندي بالضبط كم تنبأ. لاحظوا لي هنا التنبؤ لخمسة أشهر، وصف حساب لخمسة أشهر أقل اللي هو 1216.4، أقل من 1242.6. هنا الآن أبدأ الحسابات ثاني مرة. إذا بتحبوا يعني نشوف الرسم البيانية لكل الأشياء هذه هنا، والآن insert هذه، لاحظوا لي كيف الآن الرسم البيانية للبيانات الأصلية والوسط الحسابي لخمسة أشهر اللي هو هذا. يعني خلينا أجعلها سميكة إلى حد ما، الزرقاء هذه بهذا الحجم، والبني اللي هو الوسط المتحرك لخمسة أشهر أجعله سميك بهذا الحجم، وهذا سأجعله لونه أحمر، لونه أحمر غامق أو يعني فاتح شوية. و
أجعل سميك بعض الشيء ثم أجعله متقطع حتى أفرق عن أو أميز عن البقية. هذا هو الآن الوسط المتحرك لعشرة أشهر الأحمر المتقطع. فلاحظوا لي الآن يعني الفرق بين المتوسط المتحرك لخمسة أشهر وهنا عشرة أشهر. من الذي يعطينا تنبؤ أفضل حسب القيم هنا؟ فآتي إلى هذه الخانة هنا، هذه الخانة اللي هو متوسط الفرق المطلق مين absolute deviation، الفرق بين كمية اللي تنبأنا بها لاحظوا هذه التي تنبأنا بها نطرح يعني هذه القيمة مطروح من هذه القيمة. إذن آتي هنا وأضع الآن تساوي absolute هذه القيمة، لا عفوا تساوي ابسولوت، نفتح قوس الان اوكي. هذه القيمه هنا اول قيمه مطروح منها هذه القيمه، نغلق القوس نضغط انتر بطلع عندي 35. دعني اضعها بالوسط حتى تكون متميزه، واتي الى هذا المربع البسيط هنا وأسحبها للأخير حتى آخر. هذه إذن قيم متوسط الفرق المطلق. آتي هنا الآن وأحسب ما يسمى بالأفريج، أفريج لماذا هذه القيم الآن متوسطها متوسط الفرق المطلق، هذا هو المطلوب، وأضغط بطلع عند 22 فاصلة تقريبا 23 وحدة بالمتوسط. بالمتوسط الآن متوسط مربع الخطأ هنا لعشرة أشهر هو مربع هذه الأشياء ثم بحسب الجذر التربيعي لها، وتساوي الآن هذه القيمة لكن تربيع بربحها ثاني مرة أضعها بالوسط وأسحبها إلى الأخير بطلع عندي الآن متوسط. ما هو متوسطها؟ طبعا متوسط كل هذه القيم متوسطها يساوي الأفريج، عفوا يساوي أفريج هذه القيم جميعها، وأغلق القوة وأضع إنتر أطلع 805، وهي شغلة غريبة عندنا هنا. فما هو الجذر التربيعي لهذا 805 وربع تقريبا تساوي SQRT اللي هو سكوير روت، نفتح قوس نضع هذه القيمة نغلق القوس والآن بطلع عندي بالمتوسط 28 اللي هو الانحراف المياه لهذه القيم. أخيرا الآن أريد أن أحسب المتوسط المئوي للخطأ المطلق اللي هو هذه القيمة مقسمة على كمية المبيعات لكن على شكل مئوي. إذن هذه تساوي هذه القيمة مقسمة على مقابلها هذه القيمة، و 2% أول قيمة أضعها بالمنتصف وأحولها إلى مئوي، ثم الآن أسحب من طرف هذا المربع البسيط إلى الأخير طلع عندي المتوسط. الآن كم متوسط هذه القيم هنا كلها تساوي average. نفتح القوس ومنظل الكل هذه القيم ونضغط الآن وبطلع عندي متوسط 2%. لاحظوا لي هنا لو بدي أقلل أزيدها الآن 1.9، وهنا لو بدي أقلل بطلع 1.7. إذن بالمتوسط من هذه القيم المتوسط المتحرك لخمسة أشهر متوسط المئوي بالخطأ، الخطأ تبعه 1.7، أو إذا زدنا يعني كمان مرة هاي زدنا 0.4 يعني 1.25%، 2.25%. أما هذا لو زدناه بيطلع 186، معنى ذلك إنه
من الأفضل أن نستخدم الوسط المتحرك لخمسة أشهر حتى تعطينا تنبؤ ب يعني القيمة الحقيقية. فلذلك هذا الرقم اللي تنبنا فيه له آخر قيمة اللي هو للشهر 27 من الوسط المتحرك لخمسة أشهر هو أكثر دقة من هذه القيمة اللي من خلال الوسط المتحرك لعشرة أشهر بناء على هذه المعلومات. في كل الأحوال يعني ليس هناك تنبؤات يقينية 100%، لكن هذه الطريقة مهمة جدا لكم أحبة الطلبة حتى تعرفوا شو المقصود بمتوسط الفرق المطلق، متوسط مربع الخطأ، المتوسط المئوي الخطأ المطلق ما يسمى هون مين absolute deviation، مين square error، مين average percentage error، طبعا لكل فترة زمنية خمسة أشهر هنا عشرة شو هكذا، مع التمثيل البياني لها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي جميعا، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.